اهلا بيكم في اكلات ميكو. ده برنامج واقعي بيتكلم عن الاكل، وانا ما اعرفش حاجه عن الاكل، بس خدت التحدي ده عشان اتعلم عن الجنسيات المختلفه اللي عايشه في لندن، اللي بيتكلموا لغات مختلفه برضه. بس الحاجه الوحيده اللي هتجمعني ما بيني وما بينهم هي الاكل، لان الاكل ما فيهوش لغات. هم هيطبخوا وانا هاكل، انا هتعلم وانتوا هتتعلموا. اذا تريد اعطيك درجه عليها خلي لك 2 من 10. الله على الدرجات الحلوه. إيه نعم الله على الدرجه. انا مش هشتغل معاها الست دي. انا مش جاي اقول لكم انا طباخ، لان انتم عارفين انا مش طباخ. انا جاي الهمكم تعملوا حاجه جديده، وجاي اخش في حاجه اول مره اشوفها، فتعالوا شوفوا ايه اللي جرى في الرحله. اكلات ميكو ليست مجرد طعام، انها متعه. اهم حاجه في المطبخ الياباني ان الاكل بيتعمل قدام عينيك، وقلعيك وسحر وسر واكل وطعم وصحه وعلامه. سوشي لحد عندكم بايدي عربيه، وهنا في لندن هذه الطبخه العظيمه اللي ولا محتاجه ولا بوتاجاز ولا اي حاجه. الانسان اللي يشتغل مع بني هانا اللي هو عمل الموضوع من اوله، اول موضوع من اوله يعني من البدايه بالحرف يعني. هو اسمه روكي اوكي. روكي اوكي؟ يا اوكي. روكي بتاع مصارع؟ فين؟ هو ده يا جماعه الراجل اللي بدا الموضوع كله من زمان. من زمان. كل الكلمات هنا عندها معنى بتاع ايس كريم، المعنى بتاع ايس كريم. وبعدين جاته الفكره بتاع يعمل مطعم. عمل مطعم صغير، ومعني لما عمل مطعم ما كانش يشتغل كويس. أبوه قال له ولا الأم ولا الله أعلم يعني. أي واحد يعمل أكل، لكن تعمل حركات مع الأكل، تعمل أشياء اللي تجلب الزبائن. وبدأ في نيويورك، عنده 3 مطاعم، وبدأ تمشي. طباخ، لو أي طباخ في العالم عنده مكتب كان هو ده هيبقى مكتبه، يقعد كده وياخد المستندات ويقلب ويجيب ويفتح في الأدراج ويقلب. شيف محمد في مطبخ ياباني. كويس والله، ده شرف لينا. شرف لينا احنا كمان، فخورين بيك. في رز وبيض وفيجيتابل. اولا وقبل كل شيء تحط شويه زيت باش ما الاكل ما يلصق لكش، ما تحطش كثير هون مع هذه الاشياء. حطوا فيجيتابلز. ده كراب وبصل وجزر. بيض ده؟ يس. كل شيء. فلفل. ازاي بقى ما بتلخبطش فيهم؟ الله اعلم. هي عملوا هادية وحطها على راسك. ماشي يلا. كانك هتجيب جول. اوه بيبرق. تعالى تعالى اتفرج. بيبرق. طب انا عايز اسالك سؤال، الفرايز رايس على حدا معلوماتي ان هو صيني. صيني؟ صيني. لا اكل. نو هي صيني ولا ياباني؟ نو الصينيين عندهم اكلهم واليابانيين عندهم اكلهم. بس كيف؟ لانهم اكلهم هما ماشي، احنا كما نقول العرب ناكلوا الخبز كثير نو. اه. وهم ياكلوا رايس. هذه ايش نحطوهم؟ نحطوا سمسم. ده ساحر. ساحر وطباخ في نفس الوقت. يا انت كريم يا رب. اوكي واتش. اوكي نعمل لك 1 2 3. هي لوك 1 2 3. هلا. لو تعمل هذه الحركة حسيب الشغل الآن. يوم إن لا هاي هاي جود لك. أحلى حاجة عجبتني كانت الرز، أما حطها في الطاقية لأن كده يعني أنا ممكن أعمل حركات بس كده كتير يا عم يا كبير. حرام عليك حرام. الأول كده. واو ده معلم يا بوي. لازم أختمها، لازم أختمها. ما ميكو نعملوا له احنا نفس الشيء، ندربوه شويه وممكن يعمل يحط صحن تاع الرز في الشاف في الطاقيه بتاعه. سلمون؟ هذا سلمون. انا احب السلمون جدا عادي. هذا احسن حاجه بلاك كول. استاكوزا؟
انا كده قلبي بيوجعني بضعف انا قدام الاستاكوزا. الاكل الاسكندراني جامد جدا بس الاكل النهارده كان مختلف. احنا بنحط سبايسز وطريقه العمل مختلفه هنا فيري سمبل فاهمني بس اتس انترستينج. شوف الكوسه اللي طبخها هذه مش احسن من كده عليها ايه؟ ميه عشان البخار تكوكي. وهذا جابانيز مايكروويف كالوجي اللي هو بيقولوا عليه كلين البحر. سلمون سلمون مش موجود عندنا مش اي حاجه عليها بس حاطط السبايس دلوقتي ملح وفلفل ملح وفلفل فقط وبعدين زبده وليمون. الراجل ده ما بيستخدمش غير ملح وفلفل طول اللي طول الطبخه كلها ملح وفلفل وبس. ادي طعم محمد سعيد. يلا اول ما دخلت الاستاكوزا جوه غامقه وطلعت فاتحه الوان ما تبهر العين. انا انت عامل عقد اه اموت انا على الاستاكوزا. يا استاكوزا وفوائد الاستاكوزا ومع خفيه كان اعظم. مش عارف تلبسهم عليها صح؟ يا وات وي دو بصاب زبده طبعت فرنديين عربي. ايوه طبخ السي فود او الحلويات البحريه على الطريقه اليابانيه. ممكن تاخذ اللوبستر حطه هون وبعدين قدموا للشخص. ممكن هذه تاخذها مع الجينجر صوص. يا سلمون حب الليمون كثير. اوبا يموت في السح. يس الحمد لله. هذه حطوها هكذا وانت تاكلها بالتشوب ستيكس. يا ده انا تشوب ستيكس قديم. انت عارف ان انت اثنين احسن حاجه ده خلينا نلوق بقى الصوص بتسي فود. الاكل بسيط جدا خالص وجوسي. يا انت حطيت الصوص؟ انا حطيت الصوص على طول. الصوص دي فظيعه عامل. ايوه كده ايوه كده. بذمتك في حد هنا جه اكلها كده شفت؟ قال اه يبقى كده اسكندراني. اسكندراني يعني انا اكل اي حاجه بحريه بس في حاجات اتس فيفرت فور مي فاهمني. اسكالوب عادي هتحطه على على الاكل هاكله بس عمري ما استطعمته يعني ما حسيت ان هو طعمه حلو. باكله بس لانه ايه يقول لك ان هو يعني مفيد وهيلثي زي اني زي اي اكل تاني بتاع بحر. النهارده انا يعني حبيته جدا لان الطعم كان مختلف. كمان انا سالت جايبينه منين فابيرنتلي اتس يعني من كندا او امريكا على ما اظن. فبس لا النهارده كانت مختلف الطعم. بعد ده في عندنا دجاج ومشرومز وهذا واجيو بيف من احد احسن بيف في العالم. اليابانيين وش يعملوا ياخذوا البقره يعملوا لها الساكي ويعملوا لها مساج. مساج مساج للكاب للبقره للبقره يعني بس لحمها يولي طري. هذا كده اللحمه تجي طريه جدا. مساج للبقره الله يرحمه كان بياكل اللب بالمعلقه يقول له مساج للبقره ومناكير للفرخه وسمك هتعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ سيليكون يلا حط الزيت غير المنطقه اللي راح تطبخ فيها. يا اوكي هذا المشروم نبدا بالدجاج لان الدجاج ياخذ وقت. ماشي المفروض العكس انا بحسب الدجاج بياخذ اقل. نو الدجاج هو اللي ياخذ لك وقتك. بس الدجاج علاش لازم تطبخه ولدن ولدن ها؟ يا ما فيهاش ازاي اللحمه ممكن انا اعملها يعمل لك مشاكل. اللحمة ممكن تتعمل نص سوا. أنا نعطيك الفرنسيين كيفاش ياكلوا اللحمة ياكلوها هكذا. هكذا. أنا بحب الستيك أول. بعدين هكذا. إيه ده؟ يا سبحان الله. قطعها خلاص تعيطوا لها بلو. عرضه. بلو. وبطوق بلو جيك رير. وفي ميديوم رير وفي ميديوم وفي ميديوم تو ويل دان وفي ويل دان. واحنا العرب نحبوها مطبوخه ولدن ولدن وطلع عينها وكل الجزء اللي فيها راح محروقه كل الجزء وكل الفيتامين راح وكل لو خلاص انا نعطيك زباين مثل اللي هي ميه اللحمه تبقى اللحمه ناشفه كده سكينه هي دي اللحمه اللي بتعمل لها مساج هذه هي لا يا راجل هي الكوبي بيف اللي تعمل لها مساج وهذه نفسها يعني. طب حضر نفسك بقى عشان رايق وسكينه جت. طب شويه ملح وفلفل اسود
دي خلاص خلاص. تعالى بيبسي يلا خد معايا. هذا اول وجبه يعني لما تاكلها زي الزبده طريه جدا 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 وديك جدا. انت على طول اتخنق. سحر الطبخه مش بس بيعتمد على حاجه واحده، لا هي اللحمه من نوع خاص، والسر في الطاسه في المكتب بتاعه ده مطرح ما بيطبخ كده عند الحراره، هي السر هنا ولا سخن قوي ولا برد قوي. والفراخ دي بقى معمول لها مانيكير عادي فظيع. انا اقعد اعمل كده وانت تنزلها ازاي ما اعرفش بقى. اوكي اقعد هنا اقعد هنا. 2 3 اوكي 1 2 3 يا ما شاء الله العظيم. بس هو محترف محترف يعني، شايفين بينشن حتى على بقي بينشن بالفراخ كده كده كنا خدنا. بس انا انبسطت كمان ان انا عرفت اجيبها. ايوه شوف السحر العربي بيعمل ايه. السحر العربي قرب يا مدام قرب يا نسا. عندنا الشيف محمد وبيعمل بايد واحده وبالناحيتين ملح وفلفل اسود واحمر وازرق وباتنين ونص. وتعالى يا بص اتنين ونص العب. وتعالى يا بص اتنين ونص. وتعالى يا بص اتنين ونص. تعالى يا بص قوي يا دام اتنين ونص قوي. ثانك يو. احلى جزائر في الدنيا. كونيتشوا جينكي داس. انا النهارده جاي اكلمكم عن الرحله الياباني. احنا لسه في الرحله من بعد ما شفنا بني هانا والسوشي، دلوقتي احنا رايحين. عجبني انا موضوع الطبخ على الحاجه ده والترابيزه اللي انت تاكل عليها. بس النهارده انا اتكلمت مع الناس ان انا اروح اتعلم. يلا بينا. كونيتشوا كونيتشوا جينكي. And I and my husband own this restaurant, and the business itself is our 21st anniversary this year. And there's all the recipes, all the Japanese mums probably they have their own, but here I just made up my own recipe and just to fit to everybody's taste. And we have a guest from all over the world, so it's got to be for everyone, as many as possible for their guests to enjoy the taste for the first time when they try. أهلاً بكم أكلات ميكو. Good. How are you? Thank you. Thank you. That's Japanese, yeah. Yeah. And your name is Emma. Emma, nice to meet you. Nice to meet you. So my mom's Japanese. She's from Osaka, and my dad's English. So he's from Yorkshire. Yeah. Is it tajin? Is it tajin? Is it tajin? That's one. And I can count. Oh, you can count. I can count. I think. You guys gonna teach us seafood today? Yep, seafood mix. So we made the speciality dish okonomiyaki, which is a dish from Japan. It's like a Japanese savory pancake. And that's the one I made here today. هي هتعمل واحد توريني وانا هعمل واحد بنفسي. ده بتاعها وده بتاعها. Please. Okay. So this is the seafood mix okonomiyaki. And you just mix it all together. So you can do that one with that one, but okay. I'll start, yeah? This is amazing. A bit of oil. You want me to start cooking, yeah? How long have you been doing this? I've been doing it for a couple of years because I'm a student in London, so I'm just part-timing here. Oh, wow. Yeah. So this you put the salmon inside, okay? Just so you can remember to do it as well, yeah? Yeah, that seems like an easy job. Yeah? Think you can do it? Of course not. I'm below standard. You don't understand. Traditional okonomiyaki, so it's like a pancake.
You can find them all over Japan, but we cook it in a style called Kansai style, which is an area in Japan, like Osaka, cities like that. Yeah, so that's where you'd find it. So whenever I go back to Japan, I always have that, always, because it's so good. You just put a lid on it, okay. So it helps it to, the cabbage to steam through, and then we cook it for a few minutes. Fantastic. Okay? Yeah. You want to try? I don't mind now. Yeah, if you want. Why not? Can I come here? Yeah. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. 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 Okay. Okay, so it's time to do mine now, yeah? Yeah. So you got the okay. Salmon. And I have الاثنين, the samak salmon. And we're going to go the ingredients together, me and you, yeah? Yeah. Okay. Okay. Egg. Egg. يعني بيض. Say بيض. بيض. Sweet corn. Sweet corn. Dora. Dora. And subit, yeah, subit. Subit. Oh. Subit. Gambari. Gambari. And basal akhdar. Basal. Basal. Akhdar. Akhdar. Zangabil ahmar. Zangabil. Zangabil. Ahmar. Ahmar. She's very good. Kurum. Kurumba. No kurum. No kurumba. Kurum. No kurum. Yeah. Okay. Kurum. And what else? Tempura butter. تامبورا ما اعرفش يعني ايه اي دونت نو اوكي احلى حاجه في الموضوع تعالوا معايا الموضوع في عجينه من جوه بصوا في عجينه من تحت اهي حبه عجينه وهنقلبه مع بعض you know I bet you're saying like oh god knows what he's saying in Arabic I don't know I understand Arabic you're... شفتوا عربيه في سي... انا عربيه انا عربيه بس كده I don't remember any of them. No. No, sorry. This one, I need to flip this one now. Okay. So you just take it, flip it. And you press it down. Who taught you? It's a training team. Oh. Yeah, so like the management team, they teach you, and then you just learn. So I should start putting half mine, yeah? Yeah. So if you put half down. Okay. I'm Japanese now. And she's then, Arabic and I'm Japanese. Yeah, you switch. I put like layer and then salmon. Layer and then layer. Salmon and then layer again. You see, I'm improving, you see. She's a good teacher, huh? It's good. Okay, تعالى خلاص كده. I told you, you didn't believe me. It would come one day or another. Yeah, that's it. You want to learn new Japanese words? Yeah. Sugoi. Sugoi. She said sugoi. It's like wow. Oh. It's a good thing. Okay. Arigato. 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 الكلمات الياباني اللي قالت لي اياهم هي غلبانه ما كنتش عارف ان انا اساسا اعرفهم من الاول لان انا بتكلم شويه ياباني صغيرين بس انا افتكرت ما اعرفش هي هتفتكر ولا لا بس اكيد مش تفتكر حد يعرف يفتكر اللغه العربيه حدش يعرف And then I leave it to steam for 2 minutes and then it'll be ready to eat. Okay? Wow. Yeah. I'm Jackie Chan. You're Jackie Chan? Yeah. But sometimes. Sometimes, okay. You see me flying and stuff like this. Oh, you should use two. I use one. Okay. Look. You can stay back. Did one. I told him he shouldn't do, but he said he would be able to do it. So there was a little bit of. Struggle, but it was good. At the end, they both tasted good, so it was good. Yeah, sugar, yeah, sugar. It didn't work. Do you want to do another one? No, this is enough. Yeah. I'll eat this one still. المحاولة فشلت. عملت كده نزلت نصين. بس سبحان الله هنا الخبرة بتفرق. تقوم من جاي الست وعاملة. It's going to be. صلحتها. She fixed it. We put so many seafood inside, which is actually so difficult to flip over. These are the sauces we use. Okay, what are they? We've got Japanese mayonnaise and okonomiyaki sauce. Can you say it? Okonomiyaki? Of course I can say, I'm okay. Japanese. Yeah, okay. I'm half Japanese. Yeah, yeah, okay. Okonomiyaki sauce. Yeah. And it's made of fruits and vegetables. Yeah. Okay. And then this one is made with rice vinegar, so it's a bit sweeter than English mayonnaise. Okay. Yeah. And I'm going to put some on. Okay? I'm it's okay? You. You're the teacher. Nice. So some dried seaweed. Oh. And then bonito fish.
جماعه حطت شويه سي ويد ومايونيز وصوص تاني ودلوقتي ده بقى بتقول لي قشر لحم سمك. Yeah, the bonito fish is not actually alive. It's just moving in the heat. Yeah. Oh, that's good. It's not that bad. Ah, it's all right. Okay, so do you want to do your sauces? Yeah. Mayonnaise first, yeah. Okay. Okonomiyaki sauce, that one? Yeah. Then dried seaweed powder. Ah. Yeah. Okay. Mm. And then bonito fish flakes. انا بصراحه لما شفت البتاع وهي بتفتحه من البرطمان افتكرته اكل سمك. عارفين انتوا اكل السمك اللي بيجي ريحته سمك ده وبيجي مبشور في كده؟ قلت اكل سمك بتاكلني زي السمك. فكرني ايه جاي لها في حوض ده سي رابش. This is disaster man, look at this next to this. I would give him a 6. Because with a little bit of practice, I think he would have been fine. Yeah. For the first time, honestly, I would say 10. Because it is so much passion and personalities. As you know, the Japanese cooking, especially okonomiyaki, is a cooking with love. So when you have that, that is 100% fine to me. Okay. Yeah, no. Good. Not all of it or just some? No, just some of it, and then you just so that way it stays hot. Okay. Yeah. While you're eating it. يا جماعة الطعم فظيع. أنا مش عارف أنا بقول إيه. حتى الطعم كله مختلف مع بعض ومش عارف حدد لكم الطعم. بس هو الطعم هو مسكر مع مملح مع سموك اللي هو مدخن. مع التمسك من البيض والدقيق ما تعرفش ايه اللي بيحصل والسمك واخد طعم السمك والاكل الياباني يستاهل. يلا سمير عشان تاكل. يلا يا حلو. انا مش لسه قايل لكم امشوا. اهلا بيكم تاني من نفس المكان تاني بعد التصوير اللي احنا لسه مصورينه بخمس دقايق بالظبط. اقترحنا على الناس ممكن تعملوا لنا ستيك. قال لك طبعا ممكن. قلت له اديني. انتوا عارفين انا لما باجي ستيك بحب اغير دايما. بس اهو عشان اجرب الراجل اللي هنا واشوف الستيك هيعملوه ازاي انا داخل له. يلا وعيد. Yeah. Oh, this is Thai, yeah? That's Thai. Thai. This is Japanese. Oh, well, you don't have to do that, but you know, you don't need it. This is Egyptian. You know, like, okay, this is Egyptian. Salaam alaikum. Alaikum salaam. Today I cooked the fillet steak teppanyaki with garlic. Got the organic Welsh beef from the Black Mountains right here. We've got carrots, onions, pepper. This is a traditional Japanese ingredient. It's lotus roots. Lotus. It's the, you know the lotus One flower? The lotus, yeah. No, it's the roots. Ah, yeah, it's very crunchy. Very nice. This is amazing. Yeah. We have lotus. It's very famous in Egypt. Really? Yeah, of course. It's okay. Like a symbol. Used to be a symbol, I think, in the pharaonic time. Oh, yeah. Yeah, so, Zahrat al-Lotus. I think. Zahrat al-Lotus. الفراعنة فراعنة في أي حتة. توت عنخ آمون. أنا أما أي حد بيكلمني هنا في إنجلترا أساساً وأنا ماشي في لندن ويسألوني يعني يقولوا لي أنت منين يعني من أي من, من أي بلد؟ أقول لهم أنا فرعون يعني. توت عنخ آمون يبقى جدي. So we also have mushrooms. فترة شغرق. Spinach. سبانخ. Cabbage. And then we've got bean sprouts. وفول نابت. Yep. شال على الفول النابت بس. Alright. يلا وتوت. We just got vegetable oil. So, garlic, basil. So we want to flavor the oil, flavor the butter. Trick is, you don't want to burn it. Okay? Mm. You want it nice and brown. هذه الرائحة إنها المتعة. إنها ليست أكلات. والله مش أكلات. مش أكلات وبس. And you get a lovely browning. Wow. And the smell of the garlic. The smell is just amazing. Yeah. Start with the vegetables now. Yeah. And you want to make a nice figure of eight. And then you want to have a proper look at that. اللعب بقى هنا بقى اللعب بقى. في كل اللي موجود ده كله أهم حاجة السبانخ تفضل فوق. يا جماعة بصوا اليابانيين بيستخدموا في أكلهم إيه؟ كل الخضروات اللي بيستخدموها مع أكلهم
عشان كلها تحس ان هي مضادات للامراض. استمتع باكلك ودور على المتعه في اكل كويس. ايوه صوم بابا ملح وفلفل. Like the teppan, the hot plate you see here, usually in most Japanese houses you have a portable one, not the ones integrated like here, but we have it from time to time and we all just gather around in families and we'll cook. And anything you like really, from vegetables to meats to fish, anything. And now we're going to cut these into bite size, because no knife and fork in Japan, so size. Then wow. You want to pop the butter in. Yeah. Just a little bit, just a little knob of butter. And we want a dash of soy sauce. And then we're just gonna. استخدموا soy sauce كثير عشان ما يحطوش الملح. You want that lovely smoky flavor. You get that browning, and then we're gonna put that on. Mm-hmm. And then we've got a bit of juice here, and then you want to push the vegetables in there. Soy sauce. And you get the lovely brown color. Yeah, and the lovely smell as well. And then the crispy garlic. It's nice and crispy. And it's ready for tasting. To eat. This is soy sauce and this is sesame. Yep. Which one would you recommend? Probably start off with the soy sauce. You can, the grated white radish, just want to mix it in there. Okay, we'll mix this like this. There we are. Yeah? Yep. Okay. Mm. What do you think? Very different. Very different, yeah. It's nice, man. Thank you. But you want that smoky flavor just before it burns. The soy sauce and butter. Look at this. This is how you eat it. Egyptian style. Japanese. طيب الوان عجبني الطعم الخامة بتاعت الأكل وتحس إن الوقت نشف لسه تبقى juicy which is good that's why I'm diving in thank you thank you very much thank you again thank you very much أنا عايز أجري قبل ما أخليهم يعملوا طبق تاني ربنا يستر it'll be my pleasure thank you very much gentlemen cheers thank you طب أنا هسيب الطبق كده وهنا نقفله بقى يا جماعه بقى عيب خدوا شويه ورده اهم ونوكلات ليكم ونحبكم وبنحب ننهي الحلقه وطلعوا لنا الكريديت هنا